السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، أكيد هنتكلم فيها عن النادي الأهلي، هنتكلم فيها عن باقي الأندية ونرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الأهلي. لكن في البداية حابب أعرفك إن الفيديو ده موجه للأهلاوية فقط، عشان كده لو أنت أهلاوي قلبك جامد حديد في حديد اضرب لايك شديد قبل ما نبدأ في أولى فقرتنا. نخش على طول في أولى فقرتنا من النادي الأهلي وتصريح لشريف إكرامي. شريف إكرامي اللي بيتكلم عن نادي بيراميدز وإن الهجوم على نادي بيراميدز والاتهامات ان نادي بيراميدز نادي فاشل او فشل بيراميدز وفشل تجربة بيراميدز الهجوم دوت غير مبرر، وانه شايف ان النادي الاهلي فضل 7 سنين لحد ما يقدر ياخد بطولة افريقيا من 2013 لحد 2020. طبعا شريف اكرامي، مع احترامي الكامل لاي شخص، النادي الاهلي ما يتحطش في مقارنة مع اي حد يا شريف. النادي الاهلي انت لما بتتكلم على النادي الاهلي وغياب دوري ابطال افريقيا عن النادي الاهلي 7 سنين، النادي الاهلي غاب عن دوري ابطال افريقيا 7 سنين، لكن خلال ال7 سنين اللي انت بتتكلم فيهم، اولا فاز ببطوله الكونفدراليه الافريقيه، ثانيا خلال ال7 سنين وصل 2 نهائي قبل ما ياخد البطوله في النهائي الثالث، نهائي دوري ابطال افريقيا 2017 قدام الوداد، 2018 قدام الترجي، واللي خسرهم كان سبب رئيسي من اسباب خساره الاهلي انك حارس مرمى النادي الاهلي. يعني لو رجعت كده للاجوان اللي دخلت في برج العرب في ماتش الوداد، الهدف بتاع بن شرقي، حضرتك واقف في الجون ولا ليك اي 30 بتاع. في ماتش الاياب كل عام وانتم بخير. ماتش الترجي كل سنة وانتم طيبين، 3 اجوان ما يخشوش في حد. ماتش 6-0 بتاع غانا ما شاء الله كنت مشارك فيه. فانت النهاردة كابتن شريف، مع احترامي الكامل ليك، لما تيجي تقارن بالاهلي، الاهلي قارنه فريق زيه، قارنه فريق بيكون في مستواه. انما انت جاي، الاهلي الاكثر حصولا على بطولة دوري ابطال افريقيا 9 مرات، الاهلي الاكثر وصولا للنهائيات، الاهلي الاكثر وصولا للدور قبل النهائي في النسخة الجديدة، الاهلي الاكثر وصولا من افريقيا لكاس العالم للاندية، الاهلي هقول لك ايه ولا ايه، ما بكلمكش محليا، انا بكلمك افريقيا ودوليا. انت بقى لما تيجي تحط بيراميدز بجملة مفيدة في مقارنة مع الاهلي، لا ده لسه بدري عليك قوي 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 يا شريف يا اكرامي لما تحط الاهلي في جملة مفيدة في مقارنة مع نادي بيراميدز. انت نادي متوفر لك لبن العصفور، لعيبه بملايين الدولارات بتجيلك، مدربين بملايين الدولارات، كل حاجه مهيئه لك، ومش عارف تكسب بطوله مركز شباب، مش عارف تكسب بطوله اسمها الكونفدراليه الافريقيه، ونادي الرجاء واخدك السنه دي رايح جاي 5-0. فما تجيش تقول لي ما يعني ما الاهلي فضل 7 سنين، لا الاهلي فضل 7 سنين وكان بياخد بطولات. الاهلي في ال7 سنين اللي انت بتتكلم عليهم دول خد 6 دوري من ال7 سنين، خد 6 سوبر افريقي، سوبر مصري، وصل لنهائي افريقيا مرتين وخد الثالثه. لما تعمل نص اللي بيعمله الاهلي، ربع اللي بيعمله الاهلي يا سيدي، يبقى ساعتها يا شريف حط الاهلي في جمله مفيده. طيب تعال نروح لموضوع اخر بالنسبه للنادي الاهلي. الاخ الصفتي احد المدافعين السابقين بيتكلم، طبعا قلت لك قبل كده في نوعيه من اللاعبين السابقين لما بتخفت عنهم الاضواء خلاص هم خدوا رضا عبد العال كمنبر ليهم، هو ده القدوه بتاعتهم. رضا عبد العال فشل في التدريب في كل الفرق اللي دربها او في اغلب الفرق اللي دربها، فاحنا فاشلين نعمل ايه، او فاشلين في التدريب نعمل ايه، القنوات عايزينها تستضيفنا، نطلع نخبط في الاهلي. اخبط في الاهلي هتلاقي كل القنوات بتستضيفك وتعرض عليك مبالغ ماليه طائله جدا عشان تستضيفك. شفنا ده قبل كده مع رضا، شفناه مع شوقي بتاع الجاموسة، شفناه مع الصفتي لمجرد انه نزل بس تويتين كده او بوستين على صفحته الرسمية يهاجم فيها النادي الاهلي، والاهلي بيتجمل بالحكام والاهلي بيكسب بالحكام، راحت قناة الزمالك جايباه. النهاردة الصفتي قال لك لا بقى مكمل في المشوار عشان القنوات التانية اللي بتدفع تجيبني، ام بي سي ولا القنوات التانية الكبيرة تجيبني. فقال لك ايه النهاردة الاخ الصفتي، قال لك الفرق بين الزمالك والاهلي هو نفس الفرق بين خروج فرجاني ساسي وهو مرفوع الراس وهو جايب 5 بطولات وخروج حسام عاشور وهو مكسور وهو جايب 34 بطولة. طبعا ده شخص، يعني انت عارف انت البقرة بتفهم عنه، مع احترامي للبقرة. ليه؟ هو ساسي مين اللي مشي مرفوع الراس؟ ده ساسي حط راسكو في الارض، ساسي داس عليكو كلكو، ساسي قعد يلعب بيكو الكورة، وفي الاخر تقول ده انتوا ما عندكوش كرامة،
معلش يعني اللي يقول لي ساسي خرج مرفوع الراس وساسي ابننا، ده انت بني ادم ما عندكش كرامه ولا عندك دم ولا عندك احساس. مرفوع الراس ايه يا موكوس؟ مرفوع الراس ايه؟ ده اللاعب عمال بيوديك ويجيبك وقعد يلعب على اربع ادارات، وفي الاخر طلع امبارح الجرجيري قال لك ايه، احنا كنا عارفين بس كنا بنسكت، بنسكت الجمهور ونهدي الجمهور. الراجل طلع داس عليكم بالجزمه وفي الاخر تقول لي بنهدي الجمهور. جمهور مين يا جرجيري؟ ويطلع واحد يعني مخه ما يجيش مخ بقره ويقول لك احنا الاهلي الفرق ان احنا بنكرم اللعيبه بتاعتنا لما بتمشي، بالرغم انه جاب 5 بطولات، لكن حسام عاشور اللي جاب 34 بطوله الاهلي مشاه مكسور. هل تعلم ايها الصفتي يا اللي متعب كان بيسففك النجيله، هل تعلم ان حسام عاشور اتعرض عليه من مجلس اداره النادي الاهلي انه يتعمل له مهرجان مع اي نادي في اوروبا، ومهرجان اعتزال وتكريم، ويشتغل في قناه الاهلي ويتعمل له عقد في قناه الاهلي، واتعرض عليه انه يتبعت الى اوروبا وياخد دورات وكورسات في التدريب، اتعرض عليه كل حاجه. لكن حسام عاشور هو اللي اختار طريقه. حسام عاشور اللي انت بتتكلم عنه هو السبب الرئيسي في افساد العلاقه ما بين اداره النادي الاهلي والرئيس الشرفي تركي آل الشيخ، بسبب تسرعه. الراجل متسرع ومتسربع عشان يقبض الارشينات بتوع المستشار تركي آل الشيخ، يلا يا بتوع الاهلي خلصوا، يلا يا بتوع الاهلي طلعوا لي الجواب، يلا يا بتوع الاهلي مش عارف ايه، انا عايز اخلص. وطلع هاجم النادي الاهلي في بث مباشر، وكان سبب رئيسي من اسباب افساد العلاقه. جاي انت النهارده تقول لي حسام طلع مكسور؟ حسام هو اللي كسر نفسه بنفسه. النادي الاهلي كان عايز يكرمه ويعمل له قيمه كبيره. يعني النادي الاهلي كان واخد قرار ان مفيش حاجه اسمها مهرجانات تكريم واعتزال، اللاعب اللي عايز يعتزل يروح يعمل ماتش اعتزال لنفسه، احنا مالناش دعوه. فالنادي الاهلي قال لك لا، ده حسام عاشور، حسام عاشور فضل معانا وجاب بطولات بالهبل مع النادي الاهلي، فلازم نعمل له مهرجان تكريم ليه. هو اللي عمل نفسه، هو اللي عمل المشكله بنفسه، مش النادي الاهلي. يا اللي متعب كان بيسففك النجيله دي كفايه. طيب تعال نروح ل ذا ماستر اوف سسبنس، رضا عبد العال. رضا عبد العال كالعاده له تصريحات تجنن. خليك كده قاعد، هو مين اللي بيتكلم ده؟ هو جوارديولا اللي بيتكلم يا جماعه عشان يهاجم الناس ديت بالهجوم ده؟ يعني انت وصلت لايه يا ابني عشان تعمل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ قال لك بقى الاخ رضا، قال لك موسيماني لا يجيد قراءه المباريات وتغييراته كلها خطا، وبتمنى ويتمنى في كل مباراه عدم توفيق محمد شريف عشان يبدله. ده طبعا المفروض ان واحد بيحلل اداء مدربين. تخيل انت لما تبقى بتحلل اداء مدرب وتتهم المدرب ده انه عايز اللاعب بتاعه يفشل عشان يغيره. يا جهبذ الجهبذة، يا عبقري زمانك واوانك، يا رضا يا عبد العال، هو في مدرب عايز يفشل؟ هو نجاح محمد شريف مش نجاح لبيتسو موسيماني ولا فشل؟ هو محمد شريف لما ينزل يجيب له جون ولا جونين ولا ثلاثه، هو بيجيبهم للاهلي ولا في الاهلي؟ ده طبعا جهبذ من الجهبذه اللي بنشوفه. قال لك ايه الاخ رضا؟ قال لك كارتيرون زي القطه السيامي، غير جدير بقياده فريق بحجم الزمالك، موسيماني وكارتيرون محظوظين وبيكسبوا مع انهم ما عندهمش اي فكر. ماشي يا سيدي، همشي معاك لحد هنا. تعالى بقى مسك مين؟ مسك ايهاب جلال. يعني تخيل الوحيد اللي في مصر، خلينا نبصم بالعشرة، الوحيد اللي في مصر مدرب بيأدي كرة جيدة وكرة تستمتع بالأداء بتاعها هو إيهاب جلال. بيعمل من الفسيخ شربات ككرة هجومية، كرة تيكي تاكا وبتاع. تخيل إيهاب جلال من وجهة نظر الجهبذ والعبقري وفلتة زمانه وأوانه رضا عبد العال، شايف إن إيهاب جلال مش مدرب. أمال إيهاب جلال إيه؟ فاشل؟ هجاص؟ زرنبيح؟ واحد بيطلع يقول جعجع اي كلام وخلاص عشان الناس تركبه الترند وخلاص؟ اعتقد انت لسه بدري عليك يا رضا يا عبد العال عشان تجيب 1% من واحد زي ايهاب جلال. ايه هي امكاناتك؟ قول لي امكاناتك، تحدث حتى اراك. امكاناتك هي اللي توضحك لينا او تبينك لينا. انت مجرد مدير فني مسك طنطا هبطها من الدرجه الممتاز، نزل الدرجه الثانيه هبطهم للدرجه الثانيه، او سلمهم تسليم اهالي للدرجه الثالثه وخلاص. نجحت اي فرقه؟ لا. قال لك ايه بقى رضا عبد العال؟ قال لك اتحاد الكوره هو اللي ورا هبوط فريق طنطا للدرجه الثالثه،
اللهم صل على النبي. يعني اتحاد الكوره تحداك انت عشان يوقع طنطا اللي بيسندها احمد شوبير او بيدعمها احمد شوبير؟ اعتقد احمد شوبير لو كان شايف ان طنطا بتقع او في تحدي في اتحاد الكوره لطنطا عشان يهبطها، كان شوبير اول واحد يطلع يدافع. لكن زي ما بقول لك، حجه البليد مسح التخته او مسح السبوره. اكتب يا ابني روح مسح لك السبوره، اقول لك اللي بتاعت مسحت مش شايف، الكتابه بتاعت الدرس اتمسحت. النهارده ابراهيم سعيد ردا على هجوم وانتقادات رضا عبد العال. اي حد عايز يركب ترند يا جماعه اطلع خبط في اي حد. رضا مش متشاف شويه، ابراهيم سعيد مش متشاف شويه، اطلعوا اشتموا في بعض انتوا الاثنين، او هاجموا بعض انتوا الاثنين، او انتقدوا بعض انتوا الاثنين، وبعدين تتشافوا والقنوات تبدا تجي. فرضا عبد العال كان اتكلم عن ابراهيم سعيد انه كان سبب في شغل ابراهيم سعيد، وان هو اللي جاب ابراهيم سعيد يشتغل مع ابراهيم فايق والكلام ده كله. قال لك يا كابتن رضا انا متعاقد مع قناه تن مش مع حضرتك، وعلى العموم انا هسيب لك البرنامج كله من فتره، عيش براحتك، وانا عمري ما كنت في برنامج نمبر 1 اللي انت اتكلمت عليه اصلا، ولا عمري ظهرت فيه اقسم بالله. طيب تعال نروح لموضوع اخر. كابتن، ولا بلاش كابتن، هو ما يستاهلش يبقى كابتن اصلا، ما يستاهلش يبقى كابتن. عارفين الدلدول؟ عارفين الدلدول؟ دلدول الاعلام، بلية الدلدول. في بوست منشور ليه، الله اعلم صحيح ولا لا، كاتب لك ايه؟ لو الاهلي خد الدوري هلبس طرحه وهفكركم. لو الاهلي خد الدوري هلبس طرحه وهفكركم. الدلدول بيفكرني بجمال فلة. عارفين جمال فلة؟ لما طلع قال لك لو الاهلي خد الدوري قول عليا ما بيعرفش حاجه في الكوره وما بفهمش حاجه، انت فعلا ما بتفهمش حاجه في الكوره. كل كلامك هاكس فاكس في القنوات الفضائيه، انت صفر فنيات. جمال فلة انت صفر فنيات. اما الدلدول فانت مش مستني الاهلي ياخد دوري ولا ما ياخدش، انت اصلا محتاج تلبس طرحه بس عن اقتناع، محتاج تتحجب عن اقتناع، بس خلي الطرحه تكون يعني مظبوطه عليك عشان ما تبقاش مبهوقه لان انت قصير. طيب بالنسبه لي الاخ احمد عيد عبد الملك، احمد عيد عبد الملك قال لك ايه بقى؟ رساله للاعلام في القنوات العامة. طبعا هو بيرمي كلام على مين؟ على ميدو. من احمد عيد: خليك حيادي ما تبقاش ابن النادي. حلوة الصيغة دي. طبعا في حملة شرسة قلت لكم امبارح على احمد حسام ميدو، وعاملين هاشتاج على التويتر ان ميدو هو دلدول النادي الاهلي، لمجرد انه طلع اوضه اللبس قال ان النادي الاهلي عنده نظام، عنده احترام لسقف رواتب ما بيتخطاهوش وفقا لامكانيات، عشان كده الاهلي ناجح، ولازم الزمالك يتعلم من الاهلي. غلط ميدو؟ ما غلطش. لكن زي ما قلت لك، في قطيع من الجمهور بيعمل هاشتاجات، في ناس بتحب تركب الموجه. النهارده احمد عيد عايز يركب الموجه، عايز هو متعاقد مع قناه الزمالك، فالراجل عايز الجماهير تفضل تذكر اسمه بالخير ويقول لك هو ده المدافع، مش ميدو المدافع، ده المدافع عننا وعن حقنا، وده ابن النادي وابن الكيان. طيب بالنسبه لي سفيان رحيمي، انتقال سفيان رحيمي من الرجاء الى النادي الاهلي تعقد بطلبين من نادي الرجاء المغربي، او شرطين من نادي الرجاء المغربي. الرجاء المغربي طلب من النادي الاهلي اولا 4 مليون دولار مع نسبه اعاده البيع 15%، بالاضافه الى عدم اتمام الصفقه الا بعد نهائي الكونفدراليه الافريقيه. اذا وافق النادي الاهلي اهلا وسهلا، ما وافقش خلاص. بالنسبه لي بدر بنون، مفيش اي كلام على بدر بنون. تريزيجيه امبارح كان في جلسه مع كابتن محمود الخطيب، وتريزيجيه عرض على او النادي الاهلي او كابتن محمود الخطيب يعني من نوع من انواع الدعابه، يعني عرض على تريزيجيه انه بعد يا ابني ما تخلص في اوروبا براحتك، وتخلص ايامك براحتك في اوروبا، وتبدع وتتالق في اوروبا، وقت ما تحب ترجع للدوري المصري الاهلي يفتح ابوابه اليك وانت مش محتاج اي مفاوضات، وقت ما تحب ترجع النادي الاهلي يفتح دراعاته ليك. طبعا تريزيجيه ابن من ابناء النادي الاهلي المحترمين. طبعا تريزيجيه رحب جدا بعرض كابتن محمود الخطيب. تعال نروح للضحك على الدقون. باتشيكو اتضحك عليه يا رجاله، باتشيكو اتخدع يا رجاله. امبارح وكيل اعمال باتشيكو شريف فاروق طلع اتكلم عن اللي حصل معاه مع نادي الزمالك. قال لك باتشيكو ما كانش متخيل اصلا ان يحصل معاه اللي اتحصل دوت من نادي الزمالك، وما كانش بيفكر اصلا في اعتزال التدريب ولا الرحيل من نادي الزمالك.
قال ان باتشيكو عنده عرض من الصين وعرض من الخليج لكنه عايز يدرب في البرتغال بسبب اسباب شخصيه. قال ان باتشيكو كان موافق ان مصطفى محمد يرحل عن نادي الزمالك مع رفضه الفني، يعني هو موافق ما عندوش مانع عشان الزمالك يحل الازمات الماليه والراجل اللي عنده رغبه في الاحتراف، لكن كان كناحيه فنيه كان رافض رحيل مصطفى محمد. قال ان اداره الزمالك اكدوا لباتشيكو ان الجزيره هيشارك في افريقيا عشان كده وافق على دم الجزيري، لكن فوجئ ان ما ينفعش ينضم لنادي الزمالك في افريقيا، وقال ان اداره الزمالك ما دفعوش المستحقات الماليه والراجل كان الاداره ادته وعود سابقه انه ياخد مستحقاته الماليه بمجرد فسخ التعاقد، ولكن عدى شهر من فسخ التعاقد واداره الزمالك ما بعتتش اي اموال لباتشيكو، عشان كده باتشيكو تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك وحصل على قرار من الفيفا بمليون و400 الف دولار. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم. شكرا لكم.